يلتحق بنا من الدمام من أحد الأماكن العامة مراسل الإخبارية زميل طارق الغامدي. طارق أهلا بك، تحدث عما رأيته ومدى الجدية لدى المواطنين والمقيمين وأيضا المؤسسات التي تتابع الالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية. نعم جبريل، نحن الآن في إحدى يعني شوارع مدينة الدمام وتحديدا في شارع عمر الخطاب. هذا الشارع يعني في منطقة في غرب مدينة الدمام. طبعا الكل يلتزم بالإجراءات الاحترازية والالتزام بالإجراءات الاحترازية. قد تكون هناك بعض الهفوات البسيطة، قد لا تكون عن قصد ولكن قد تكون عن نسيان أو ما شابه ذلك. أيضا المحلات في المجمعات التجارية أو في الأماكن المفتوحة مثل ما نحن هنا عليه تقوم بإلزام الزبائن بإظهار تطبيق توكلنا وأيضا تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الجسدي وأيضا الالتزام بكل الاشتراطات التي أقرتها الجهات المعنية. ولكن جبريل دعني أتحدث عن شيء مهم وهو الأماكن المفتوحة. الكل يتوقع أن الأماكن المفتوحة هناك تساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية، هذا غير صحيح. ما دام ما بينك وبين الشخص الآخر أقل من مترين فأنت ملزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل دقيق وبشكل محدد. لعل زميل المصور يأخذ بعض اللقطات على هذا الموقع، يعني هنا مواقع مقاهي موجودة في هذا الموقع. هذا الموقع لو نشاهد بسبب ارتفاع درجات الحرارة وأيضا رطوبة البعض يعني يبتعد عن الجلسات الخارجية المفتوحة ويتجه إلى الجلسات الداخلية من أجل يعني الابتعاد عن هذه درجة الحرارة المرتفعة. ولكن دخولهم داخل المحلات يلزمهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال إشهار تطبيق توكلنا وأيضا أخذ درجة الحرارة ولبس الكمامات والتباعد الجسدي. هذا ما هو ملزم على كافة الأشخاص. أيضا راكبي المركبات إن لم يكونوا من عائلة واحدة وأثبت ذلك فهم ملزمين بلبس الكمامات بشكل يعني واضح، ومن يخالف ذلك سوف يكون عرضة للجزاء والجزاءات القانونية التي أقرتها الجهات المعنية في هذا الجانب.